فضيلة الشيخ وفقكم الله، قدمت من بلدي ومررت بالميقات ولم أكن حينئذ ناويا للعمرة. قدمت من بلدي ومررت بالميقات ولم أكن حينئذ ناويا للعمرة. لما دخلت مكة أردت أن أعتمر، فمن أين أحرم؟ من التنعيم، تخرج للتنعيم أو للجعرانة أو إلى عرفة حدود الحرم تحرم بالعمرة. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.